سيدي، أنا بطلب مراقبة خط جميل. السبب غسان؟ شخص مريب، تصرفاته مريبة ومخبي أشياء كتير ممكن تنقذ جواد من حبل المشنقة، أو على الأقل نعيد محاكمته. ليش بده يفتري عليك؟ سيدي لأنه بده دينه مصاري. أنا بدي أدين منك مصاري يا حيوان. بس تزعل هدى فارس، أنت نسيان؟ أنت وين؟ سيدي ماني نسيان، بس الله وكيلك، يعني من شوي قال لي إنه سامي. ست قول أبوزك لا تخلي خلاقي تطلع عليك. حاضر سيدي، راح سيد بوزي. إجل عندك خليل؟ الله وكيلك، كذب بكذب سيدي. أنا الأستاذ خليل والأستاذ إياد اشتغلت معهم بس بالانتخابات سيدي، والجماعة كرموني كتير وعلى دوز بارة، بس هذا فارس سيدي واحد أزعر ومشراني كتير سيدي، كان رح يذبحني لأنه ما دوزنت له شغل معي بالانتخابات. أنت ما تشبع من مصاري؟ أروح ورجع وبتاخد مصاري. سببك عم قلك لازمني مصاري. شو بدك يا بهيم؟ شو؟ جنائية؟ طيب خلاص روح، هلا بجي لعندك. شو في؟ جميل عطته جنائية. ليش؟ شو بيعرفني؟ هلا رايح لعنده أعرف ورجع بلك. لا لا ترجع هلا، بدي نام، بكرة عندي مجلس الصبح. رجع لعندي بعد الوحدة، عندي مؤتمر صحفي. مؤتمر صحفي؟ اي، منشان تأخير تنفيذ حكم الإعدام. نادية والله حرام اللي عم تعملي بحالك، حرام. لك حرام اللي صار بعيا، وإي اللي حرام. فكرك أنا لساتني عايشة، ولك روحي أنا هي اللي تحت التراب. والله أمر الله يا حبيبي. بعرف ان امر الله، والله بعرف. طيب الله ما قادر يرجع لي بنتي. طيب ياخذني لعنده ويريحني. والله انا حرام هيك، والله حرام. انا ما قدرت اتحمل الذل اللي عشته، وحلمك اللي شايله معك بدك تنساه. طيب بس فيك تخبرنا شو صار معك بالضبط؟ شو صار؟ صار كتير. بعد رحلة موت غرق معنا كم واحد بالبحر، بعدين أنا انضميت لمجموعة شباب ومشينا بهالغابات، بتطلع جبال وبتنزل جبال هيك لتوصل لمقدونيا. بمقدونيا بيطلع لك الأمن، قنابل مسيلة للدموع وتفريق عالم. تكمل هيك بتوصل لهنغاريا، بهنغاريا السجن 3 أيام، بصمة تطلع. ريتا، إذا بتحترمي حالك لازم تنسي من اليوم، فهمتي؟ أو بتروحي على دكتور نفساني. أنا شو عملت؟ قليلي بس شو عملت؟ لأنك ما عملتي شي ريتا، هذا الزلمة منحرف، يعني أنا بحسه لبيان مريض نفسيا. الله لا يحرمني منك زيدو. بدك تعرف شغلي، أنت أغلى من أغلى شي بحياتي. بعرف جهاد، بس القصة أنه أنت بس قوم روح لعند تالي، هلأ بتكون قاعدة لحالة، وأنا بعرف شو يعني الواحد يقعد مع حبيبته لو دقيقة زيادة. قوم بشرفي يا جهاد، بس اتجوز ويجيني. بس بعرف، بس تتجوز ويجيك صبي رح تسميه جهاد على اسمي. بعرف يا أخي، قوم روح لعند حبيبتك. لك الله يخلي لي يعني.